وربع قلعه ما عرفت انت واش جاوبتك ولا لا. تفضلي يا بنت جميل. الى باقي شي تدخل تفضلي. أكيد وغاليين بزاف، غاليين بزاف. شوف أبنتي، راه ملي قلت لكم، هاد المسائل الطرق ديال التعلام وهاد الحويجات، راه كلهم هاد لي ماتيريو اللي غادي تحتاجيهم، مسائل هي بسيطة اللي غادي تقدري تاخديها واللي غادي توصلي ليها في ظرف نص نهار، غادي يكون عندك كلشي واجد. خصي لهم غير واحد الساعة ساعتين تلمكانة كلشي غيتلقاي عندك، مسائل اللي هي كاينة. النهار اللي غادي نوقفوا على الحويجه الاخرى يعني كنمشي معكم بالتدريج حتى انا، كل حاجه كنمشي معكم بها دقه دقه. ما تسرعيش وما تكثريش على راسك كثرت لي زانفيتيسمون، يعني بدل بغيت نشري هذه ونشري هذه ونشري هذه ونشري هذه من النهار الاول. بزاف راه حنا ولاد الشعب، وحنا كي قلت لكم راه انسان واقعي، انسان اللي نقدر نعلمك تخيطي وما عندكش الماكينه الا بغيتي، كاع ما تكون عندك نقدر نعلمك الا بغيتي، يعني حتى انت كتبدلي بجهد فقط. تفضلوا. شكون البنات؟ شكون اللي كانت رافعة يدها البنات؟ حيت راه باقي لنا واحد ربع ساعة. السلام عليكم أستاذ، بالنسبة لهاد النقطة ديال الماكينة وهذا، بصح يعني صراحة هو إذا كان في الدورة هذه إن شاء الله غادي نتعلموا، حيت أنا من الحوايج اللي كنت كنحلم يكونوا عندي في الدار. أفهم. مزيان مزيان تحدي. تحديتهم قلت لهم يعني غنتعلم بوحدي وان شاء الله ما غاديش يخيبني الله، وجبت الماكينه وبقيت مضاربه يعني مع حاولت ندير شي موبايلات هكا في هكا سميتو المصغر، كنرسم شي حاجه ونحاول زعما نطبقها وما كتصدقش ليا، يعني بقيت بقيت هكا مع راسي طاحت يعني في القناه ديالكم يعني، والحمد لله حسيت لي الشرف انني تواصلت معكم. مرحبا بك خديجه، مرحبا. ويعني من الحوايج اللي انا في هاد دوك الايام اللي كنت كنحاول نتعلم راسي، هي كنت كنقول لو كان يلقى شي واحد ان يعلمني ويفهمني يعني التوب، بغيت نعرف النوع ديال التوب، بغيت نعرف مثلا واحد الموديل بغيتو انا، بغيت نعرف اشنو هو التوب اللي راكني مثلا، نقدر نطيح شي توب ماشي ديال داك الموديل، او لا ما كنهضرش على الشكل ولكن كنهضر على لا ماتيير. غادي نجاوبك غادي نجاوبك بغيت نعرف يعني دابا حنا اوكي 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 انا غادي نجاوبك غنجاوبك انا خديجه. بالنسبه للتعامل مع القماش، شتي داكشي اللي كيبان لكم تيخلعكم دابا اش من وشحال غتشري منه وكيفاش غادي نحدد قياس الثوب، غادي تولي تيبان لكم من ابسط الحوايج. راه كاين اللي غادي تلقاه دروك، يمكن نقول لكم محترف بين قوسين، وما عرفش كيفاش يدير طريقة علمية مفهومة منطقية باش يحدد مقياس الثوب، وما عرفش اشنا هو الثوب اللي يناسب ليا لهذيك اللبسة اللي بغيت ندير. هاد المسائل ما غاديش نقول لكم بساط، ولكن غادي تعلموهم ان شاء الله، غادي تعلموهم البنات. ياك هذا هو السؤال ديالك بنتي خديجة. ان شاء الله. مرحبا بك، مرحبا. ما يخلعوكمش هاد المسائل. الو، شكون البنات اللي كانت واخده الكلمه اللي كانت باغا تاخذ الكلمه؟ بون، سمعنا جميله، سمعنا خديجه. غزلان، مرحبا بنتي غزلان، مرحبا. وفاء، اكادير، مرحبا بك، مرحبا. ديما شوف بنتي وفاء، راه غادي يكون عندنا واحد الشعار ان شاء الله، واحد الشعار دابا نقدو لكم باش يولي هو الشعار ديال المجموعه ديالكم ان شاء الله.
وهذاك الشعار غادي نخدموا عليه باش نحققوا منه.